الرحمن الرحيم. شكرا للزميل العزيز عبد الله حسين وضيوفه الكرام بسيد التحليل الكابتن وليد عاج والكابتن محمد فلاح على ما طلعوا به من تحليل على مجريات الشوط الاول اللي انتهى بتقدم نادي القرين بفارق 5 أهداف على نادي اليرموك بنتيجه 17-12. والان ننطلق الشوط الثاني بسم الله. نبدا بصافرة البدايه من حكمتنا الدوليه معالي العنزي ببدايه الشوط الثاني بقياده هذا اللقاء هي دكتور حكمتنا الدوليه معالي العنزي وزميلها القاري محمد قاسم دشتي. والارسال مع اليرموك ونزول ردفان نزول ايفان، هذا ايفان الاشول اللي كان غائب لقائين ولازمة. والشطي يكمل ما بدا فيه الشوط الاول من تالق مشعل الشطي، هذا النجم نجم الشوط الاول اكيد اعطوك حقك بالاستديو التحليلي. نجم الشوط الاول مشعل الشطي، النجم الاول في هذا اللقاء حارس مميز مشعل الشطي. واليرموك يلعب من غير حارس مرمى وخاطئ خارج المرمى والمرمى ونزول الحارس الحلواتي لازار اشكناني هادي الى كلاسين الى لازار وفرصه حلوه وهدف لقرين، اول اهداف الشوط الاول يوسع الفارق فيه الى 6 أهداف سريعه. رادوفان يا الشطي يا الشطي يا مشعل يا مشعل يا مشعللها يا مشعل يا مشعل القلوب لقريناويه، هذا مشعل متألق ومبدع. حلوه يا مشعل يا ولد الشطي متألق اليوم وهو نجم اللقاء لحد الآن. حلوه يا مشعل الشطي. وهذا كلاسين، طبعا استذكر كلاسين طبعا كان يلعب اخر شيء كان يلعب بالدوري التونسي وقبلها كان يلعب بالوكره القطري، هذا كلاسين السلوفيني وهو لاعب سابق بالمنتخب السلوفيني. وتمريره خاطئه من كلاسين، هذه حكمتنا رميه جانبيه لليرموك. ايفان المونتينيغري ايفان بريزيتش، هذا رقم 33 اللي طبعا اصيب قبل 3 لقاءات وقاب لقائين السابقين اللي فاز فيه على كاظمة واللي خسر فيه من الكويت، طبعا ما لعبهم ايفان. هذا ايفان الى رادوفان دشتي عبد العزيز، دفاع قوي من كلاسين طبعا يمتاز طبعا كلاسين هذا امامك يمتاز بال يعني بالدفاع القوي. وعلى فكره طبعا هو يتكلم عربي ولكن باللغه التونسيه، لغه عربيه ما يعرف يتكلم تونسي. وخطا وفي تدافع بين الجدي ورادوفان، وهذا كلاسين يتكلم تونسي طبعا يتكلم تونسي وهو لاعب طبعا مميز. اوه يا ايفان يا ايفان ويلكم باك يا ايفان، مبين للحين ما اكتمل للحين اصابه بالكاحل للحين مو 100% ولكن احتاج الكابتن خالد المله وهذا هو يسجل في اول تصويبه. هذا ايفان اول تصويبه له هدف، طبعا مبين عليه مبين تاثير الاصابه على ايفان مبين تاثير الاصابه عليك يا ايفان. هذا القرين كره مع القرين اشكناني للجناح الجدي، اوه دقيقتين بوجه الحارس فيها دقيقتين استدعاء. سلامات يا الحلواتي سلامات. هذه شوف 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 محمد الجدي، سلامات يا الحلواتي تصويبه على الوجه دقيقتين سلامات يا الحلواتي راح يتم علاجه ودقيقتين على محمد الجدي طبعا القانون الجديد اعزائي المشاهدين دقيقتين اي لاعب يدش من على ال6 أمتار مواجه حارس مرمى وهو بكل اريحيه بدون اعاقه تصوبها بوجه الحارس عقوبه دقيقتين على طول. هذا طبعا تعديلات جديده في الموسم هذا محمد الجدي ال7 دقيقتين. هل يستقل اليرموك النقص العددي ويقلص الفارق والفارق الان 4 أهداف. رادوفان
واللي صانع يا محمد الصانع، محمد الصانع يبدأ بداية جديدة الشوط الثاني. الجيم الأول يمكن أضاع ثلاث كورة من الدائرة ما سجل ولا هدف، لاعب خطير محمد الصانع. الآن يبدأ بداية جديدة مع نفسه مع بداية الشوط الثاني، ويسجل أول كرة يستلمها محمد الصانع، الهدف رقم 15 18. وتعود النتيجة 14-18 مو 15. تعود سريع اليرموك، رادوفان، يا رادوفان يا رادوفان. الآن 15، الآن 15 صح، الآن 15، الفارق 3 أهداف. هذا رادوفان، شوف خطير 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 هذا اللاعب، خطير هذا اللاعب خطير. ويغلص الفارغ اليرموك، يستغل النقص العددي، ومان تومان على كلاسين، مان تومان على كلاسين الخطير السلوفيني، هذا كلاسين للجناح. اوه يا كلاسين مبين مو متفاهم وياهم، مبين مو متفاهم اول مباراة. رادوفان، رادوفان محاولة دخول الى ايفان، ايفان يا ايفان يا ايفان، رقم الإصابة إيفان ما يدل إلا 90، إيفان المونتينيغري ما يدل إلا 90. هذا إيفان لاعب خطير، لاعب مميز. غيابك يا إيفان بريزيتش يا مونتينيغري مأثر على يرموك. الآن شوف كرتين بهدفين لإيفان، ويغلص الفارق إلى 3 أهداف. وقت مستقطع يطلبه المدير الفني لنادي القرين عمرو الجيوشي، حسب الخطر. اليرموك بدأ يعود، اليرموك بدأ يعود، وإذا اشتغلوا إيفان ورادوفان راح يسبب مشاكل، يدري ويعرف إمكانياتهم الفنية عمرو الجيوشي، يدري لاعبين محترفين يعني ممتاز، ممتازين ممتازين يعني من ناحية فنية فردية يقدرون يقودون مباراة لوحدهم. اللقاء في أول 5 دقائق أيضاً رد ونقول ونعيد على مشكلة الساعة، تكفون يا مسؤولين، دورينا حلو وجميل وقوي، نبي مساعدة منكم، توفير فقط مهندس لساعة الملعب ولمنشآت هذه الصالة. هذا كلاسين طبعا لاعب مميز، هو من يقود دفة الجرين في الجيم الاول، من يطلعوا عليه مان تو مان ارتبك، لازم تلقى حلول. لازار اشكناني هادي الى لازار للجناح لعنزي، والحلواتي الحلواتي 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 يتصدى، الحلواتي يتصدى ويهدي اليرموك، ويهدي اليرموك. والفارق الآن هدفين، والفارق الآن هدفين. كرة مع اليرموك، عاد اليرموك بعد نزول إيفان وطلوع اليرموك مان تو مان على كلاسين، أثر هجوميا على القرين وعلى تكتيكهم. تعود للقرين لبرقان، إيفان برقان اليرموك، وسالم لقريان، سالم لقريان اليرموك. وين برقان يبا اليرموك، اليرموك يبا وين مشرف، جاف مشرف حق مكان. هذا اليرموك سالم لقريان يسجل، يسجل سالم لقريان ويخلص الفارق الى هدف، ويعود لقرين، ويعود لقرين بدخول ايفان الى الملعب، وبعض التكتيكات الفنيه بقياده خالد الملة، والمان تو مان واشكناني والجناح الجدي، وخارج المرمى بطريقه غريبه. الجدي خاف من الكرة الأولى وتنقطع، تنقطع من القرين، الجدي والجدي، ويسجل محمد الجدي، يسجل. خطأ، خطأ فادح من اليرموك، خطأ تمرير فادح من اليرموك، كان فرصة للتعادل ولكن تنقطع من القرين. هذا محمد الجدي يعوضها، يعوض الكرتين اللي أضاعهم، واحد أبوي الحلواتي وطرد دقيقتين بعدها تودش من الجناح وصوبها بطريقة غريبة خارج المرمى بعيدة. وهذا لازار 19-17،
وهذا القريان وإيفان والغائم وظهر الحل ويتصدى لكن دشت الهدف ظهر مشعل ودشت الهدف القائم ظهر مشعل الشطي هدف هذا هدف رادوفان القائم ظهر الشطي اوه يا هادي ومسجلها على الهادي هادي اشكناني يسجلها على الهادي وسنتر سريع اليرموك مباراة سريعة واصبحت جميلة في الشوط الثاني بعد ما خلص الفارغ اليرموك في الشوط الثاني وقيادة رائعة وهادئة من حكامنا الدولية معالي العنزي والغاري محمد قاسم دشتي قرارات سليمة صعبة هدوء قرارات سليمة وقيادة اللقاء وانت مو حاسب وجودهم بالملعب يا رادوفان عندك الحلول يا رادوفان انت صاحب الحلول باليرموك وانت نمبر 1 باليرموك هذا رادوفان والله مميز اذا راح يقدم ليش لاخر موسم صدقني مرة اتوقع راح تنهال عليه العروض من جميع الفرق لاعب مميز لاعب فردي وجماعي بطريقه خياليه هذا الصربي المميز تعود للجرين والفارق هدف تمرير للدائره تنقطع هل يسجل الصانع التعادل ومحمد الصانع لا 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 عنده كلمة الشطي يقول ما تسجل محمد الصانع وسريعة كلاسين دفاع قوي من مطلق جلال مشعل الشطي يحرم محمد الصانع واليرموك من هدف التعادل وتعود للقريم مرة أخرى والآن كلاسين إلى أشكناني هادي لازار عبد الله العنزي نزول 2 على الدائرة أشكناني لازار كلاسين والتهويش يا 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 أول ظهور وإبداع والمرزوق يا المرزوق محمد يا المرزوق وعندك الرزق لنادي اليرموك وأنت المرزوق وترزق نادي القرين لا ترزق نادي يرموك هذا الرزق الجميل بأدائك الرائع يا محمد المرزوق ويقلص الفارغ الهدم على المرزوق شوف لاعب مميز صغير جميل أداء ثقة تسجيل هذا رد يا كلاسين يا سلوفيني تهويش وهدف للقرين هدف سريع للقرين والفارغ أصبح هدف سريع لليرموك والقريان والشطلي وتعود الصانع والقائم وتعود سريع كلاسين القرين كلاسين لازار لعبد الله العنزي يا الحلواتي وتعود للجدي ويهدي الجدي ويهدي القرين يهدي مباراة سريعة والله تعبت إني ألعب وياهم والله مباراة ممتعة يعني ردوا عليه الفريقين انا في اول 9 دقائق او 10 دقائق جيم الاول قلت المباراه فقيره فنيا ولكن ردوا عليه في الشوط الثاني ودشوا باجواء اللقاء اللاعبين والفريقين وكلاسين يبي يبدل كلاسين سويت اللي عليك واكثر يا كلاسين والله مباراه اولى لك برافو كبيره لاعب مؤثر وقيادي داخل الملعب كلاسين فردي وجماعي برافو يا كلاسين توفقتوا في القرين برافو عبد العزيز يا لوس مدير الفريق ومساعده حامد مزعل ومن جهه اخرى نادي يرموك وهذا ايفان يا ايفان مبين عليه مصاب ايفان ولكن والله رغم الاصابه قاعد يقدم ايفان لاعب مميز واشكناني هادي الله ازهر يا هادي ازهر واصرخ يا هادي انت القيادي يا هادي في هذا اللقاء بقيادة لازار وكلاسي في المنتصف ويسجل هادي اشكناني هذه المباراة السريعة والله لقاء سريع وممتع والفارق اصبح 3 اهداف ما يمدينا نقول النتيجة عزيزي المشاهد اسمحوا لي شوفوها عمل على الشاشة وهذا إيفان دفاع قوي من لازار
مباراة سريعة وهذا يعقوب اليعقوب، نزول يعقوب اليعقوب على الدائرة، لاعب منتخب الناشئين والقرين واليرموك، يلعب من غير حارس مرمى للحاق. هذا سالم القريان، تمريره خاطئ والمرمى فاضي. محمد الجدي، هدي يا محمد، هدي يا محمد، يقولون له هدي، البنش يقولون له هدي، خلاص معانا فارق 3 أهداف، نهدي اللعب شوي، نمسك، نبطئ رتم اللقاء، نهدي رتم اللقاء. احنا لنا 3 أهداف والكره معانا، نهدي. وصل للتعادل، كان بيوصل للتعادل يرموك، ولكن مشعل الشطي هو السد المنيع لهذا التعادل. والله حرمه أكثر من 3 مرات مشعل الشطي. وكلاسين يا كلاسين، اسلوفيني يا الاسلوفيني، عندك الحلول وعندك الفرج لنادي القرين، ويسجل الهدف رقم 25 لنادي. وهذه حكمتنا الدولية معالي العنزي تقول لي محمد المرزوق اهدى شوية، اهدى شوية. رادوفان للأزمع، والأزمع يسجل في أول دخول له. ناسينا تركي الأزمع، والله نسيته أنا، ناسينا في أول دخول يكتب اسمه بهدف جميل بالزاوية البعيدة لمشعل الشطي. هذا تركي الأزمع يسجل، هذا هدف كلاسين، لاعب مميز كلاسين، والله حط اسمه وحفر اسمه من المبدعين والمميزين في هذا الدوري، وخاصة في هذه الجولة. ما نقدر نقول في الدوري أو المباراة، لكن قدم مباراة كبيرة، يعني حط اسمه وحفر اسمه في قائمة المميزين في هذه الجولة لحد الآن. هذا عبد الله المطوع، كلاسين، لازار، هادي اسكناني، إلى لازار، إلى كلاسين، إشارة اللعب السلبي وكلاسين، وخطأ دفاع قوي من مطلق جلال لاعب منتخبنا للشباب، لاعب مدافع صلب هذا المطلق، ولازار يتصدى العدوي، يتصدى، خش عليهم خش يا فارس العدوي. هذا مصر الجنسية من مواليد الكويت، حارس مميز بمرمى نادي يرموك. تعود لإيفان، رادوفان، يعقوب اليعقوب، ونزول عبد العزيز، دشتي، 7 مهاجمين من غير حارس مرمى اليرموك، يلعب بمهاجم زايد، امتي جول اليرموك، صالح عطوان، رادوفان للدائرة، عزيز دشتي للجناح، الأزمع، والأزمع، تركي يا تركي، هذا تركي يسجل ويخلص الفارق إلى 2. عطوا هذا الولد، شوف تركي الأزمع، يا 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 حلوة يا تركي، يسجل ويخلص الفارق إلى 2، وانتصفنا الشوط أعزائي المشاهدين. ربع ساعة والآن كرة مع القرين، والفارق لعب 2، وكلاسين فارق 2، كلاسين حلوة أشوفها حلوة مني. لازار أوه يا لازار، وتعود سريعة، والفارق 3 أصبح المرزوق. يا رادوفان، مباراة سريعة من جانب اليرموك، سريعة، يبي لحق اليرموك هذا رادوفان. الله يا رادوفان، والله قاعد تقدم مستويات رائعة، يعني ما شاء الله في كل مباراة لا يقل سكورة عن 10 أهداف، يعني بيت النازل 10 أهداف. رادوفان ما شاء الله، برافو يا رادوفان، أداء رائع، أداء رائع من رادوفان. تعود الآن والفارق 2 لقرين، هادي اسكناني محاولة الدخول، تمرير للازار، لازار إلى كلاسين، وكلاسين يصوبها، ترتطم بصدر رادوفان، هذا رادوفان، ابتسامة حلوة،
لاعب مميز رادوفان، وإيقاف للوقت، إيقاف للوقت، إيقاف للوقت، إيقاف للوقت لمسح الكرة أو تبديل الكرة. وراح يمسحوا الكرة فيها طبعا بسبب تبللها راح نستأنف اللقاء. وهذا حكمنا محمد قاسم دشتي، محمد إشارة اللعب السلبي واضحة، إشارة اللعب السلبي، وتصويب خارج المرمى من القريب، تصويب خارج المرمى، خارج المرمى. تعود لليرموك فرصة لتغليص الفارق إلى هدف، فرصة لتغليص الفارق إلى هدف. كرة الآن مع اليرموك، نزول أحمد القلاف، هذا رادوفان، صالح عطوان عفوا إلى إيفان، صالح عطوان، رادوفان الصربي، والدخول. خذيت أربع خطوات مع وجود خطأ، خذيت أربع خطوات مع وجود إعاقة، مع وجود إعاقة. هذا رادوفان المميز، هذا رادوفان المميز للأمانة. كرة الآن مع اليرموك، صالح عطوان، وإعاقة، ودفاع قوي من عبد الله المطوع، دفاع قوي من عبد الله المطوع. وهذا الجناح محمد المرزوق، لمس للخط يا محمد، لمس للخط، لمس للخط. يعني رادوفان لمس، لا واضحة، قرار سليم من حكم اللقاء، واضحة، لم تحتسب هدف، لمس للخط. النتيجة 26-24. طبعا قلت لك رادوفان لحد الآن هو بستين هدف، لحد الآن 60 هدف. الأول طبعا يانكو، وهذا كلاسين، هذا كلاسين المميز، يسجل، يسجل، يسجل كلاسين، هذا هدف كلاسين. شوف حلوة يا كلاسين بالمهارة الفردية، كلاسين والتصويب والرؤية للمرمى، والتصويب فوق رؤوس فارس العدوي. طبعا لحد الآن أعزائي المشاهدين مثل ما قلت لكم هداف الدوري يانكو من الصبيخات ب 65، والثاني توم أيضا من الصبيخات ب 62، والثالث مهدي القلاف من الصبيخات أيضا ب 61، الثالث إيفان رادوفان. طبعا باقي له المباراة ربع ساعة والأزمة ممكن، والشطي المرمى فاضي يا الشطي، يا الشطي ثاني أهداف مشعل الشطي. يا اليرموك قاعد تلعب بالمحظور، قاعد تلعب بالمحظور يا اليرموك، التمرير الخاطئ وعدم والاستعجال في التصويب وعدم التبديل يعود عليك بهدف، لأن المرمى فاضي. يسجله مشعل الشطي ويتسع الفارق الآن إلى أربع أهداف. اليرموك، إيفان إلى الكنديري، وخطأ على الكنديري، دخول، وينتعش لجرين، وينتعش لجرين، وينتعش لجرين في هذا الوقت، ويتراجع اليرموك. يعني أتوقع الآن 20 دقيقة، باقي 10 دقائق، باقي 10 دقائق، باقي 10 دقائق، باقي 10 دقائق، وتصويب من القرين، تروح منهم بطريقة غريبة، تروح منهم بطريقة غريبة. هذا فارس العدوي، وإيقاف للوقت، وقت مستقطع يطلب المدير الفني لنادي اليرموك السيد أو الكابتن خالد الملة، خالد الملة. الفارق أصبح الآن 4 أهداف، 28
24 هذا هدف مشعل الشطي، برصيدك هدفين يا مشعل، رصيدك هدفين يا مشعل. طبعا خلنا نستغل هذا التوقف أعزائي المشاهدين وأقول لكم بعض الإحصائيات. طبعا مثل ما قلت لك قبل قليل، طبعا خلنا نتكلم عن حراس المرمى. طبعا في المركز الأول حسن صفر بنسبة 43% ب50 تصدي من 116 تصويبة. في المركز الثاني حارس برقان أحمد الفرحان، اللي نقول له سلامات وترد أحسن يا أبو فيصل، طبعا إصابته بالرباط الصليبي إن شاء الله تعود بالسلامة، ب39 تصدي من 97 تصويبة. في المركز الثالث حارس مرمى اليرموك فارس العدوي ب15 تصدي من 40 تصويبة. المركز الثالث عبد الله، طبعا حارس مرمى الصليبيخات عبد الله وادي ب16 تصدي من 45 تصويبة. وفي شيء حاصل في الملعب، طبعا في حوار بين حكام الطاولة وحكام الملعب، والفارق الآن 4 أهداف، فارق 4 أهداف. وراح نشوف شو اللي حاصل. طبعا راح نشوف شو اللي حاصل. تشاور هناك، قرار راح يتخذ من غيبة الحكام اللقاء. هذا طبعا حكمنا الدولي شاكر أبو، وحوار مع حكام اللقاء، حكام اللقاء معالي العنزي ومحمد قاسم. راح نشوف شنو القرار. هناك في الظاهر خطأ بالتبديل، الظاهر انه نزل لان اليرموك قاعد يلعب بالهجوم بسبع مهاجمين من غير حارس مرمى. الظاهر ان الحارس دخل قبل التبديل، دخل حارس زياده او لاعب زياده، استبعاد دقيقتين. والآن الكرة مع القرين، طبعا حكمتنا الدولية معالي العنزي، راح استأنفوا اللقاء واستأنف اللقاء. كلاسين نادي القرين لعبد الله العنزي اشكناني الى كلاسين، والفارق 4 أهداف ودخول اشكناني، وخطأ لاشكناني. القرين هادي اشكناني. اي لا، اوه يا العنزي يا عبد الله، يوسع الفارق الى 5 أهداف، 29 القرين 24 اليرموك. وهذا عبد الله العنزي يسجل بالزاويه الضيقه لفارس العدوي، ويستقل القرين النقص العددي باليرموك ويوسع المساحات ويدخل من الجناح ويسجل ويلعب من غير حارس مرمى نادي يرموك بسبع مهاجمين. رادوفان ايفان، ويسجل ايفان. اعزائي المشاهدين، يعني باقي تقريبا 5 دقائق، باقي 5 دقائق تقريبا على نهايه زمن هذا الشوط. الكره الان مع القرين، تمريره خاطئه
لقد يرموك تركي الأزمع تركي ثلاثة يا الشطي يا الشطي يا الشطي يا مشعل الشطي يا مشعل الشطي والله مفروض يحطولك على هالمباراة يحطولك بغلاف غلاف أو يحطولك صورة يعني أنت الهدف الرئيسي والعامل الرئيسي بالنقطتين اللي حصل عليهم القرين اليوم متألق ونجما ما نفذ ماتش يا مشعل الشطي ما نفذ ماتش ولا زال كلاسين خارج المرمى يا كلاسين خارج المرمى يا كلاسين هذا كلاسين هذا كلاسين وهذا العدوي الرابع بالدوري بالتصديات بعد حسن صفر حارس مرمى نادي الكويت وحارسنا الدولي واحمد الفرحان اللي الله يرده بالسلامه ان شاء الله هذا ايفان دفاع قوي من محمد العربيد محمد العربيد لاعب منتخبنا للشباب والمتاهل لكاس العالم من نجوم منتخبنا للشباب الكره مع اليرموك الان القرين محافظ وعطوان يسجل صالح عطوان صالح عطوان يعطي الامان بهذا الدخول وتسجيل الهدف لليرموك ووضع الاطمئنان بقلب مدربه خالد الملا هذا صالح عطوان هذا صالح عطوان محمد الجيدي وباقي اربع دقائق تقريبا اعزائي المشاهدين اربع دقائق تعود الكره الان مع القرين والفارق معه اربع دقائق ومعه فارق ثلاث اهداف ودخول خاطئ دخول خاطئ على القرين وتعود لليرموك اذا سجلها سريعا لليرموك دخول خاطئ مو هدف مو هدف لم يحتسب الهدف لم يحتسب الهدف دخول خاطئ لم يحتسب الهدف لم يحتسب خطأ خطأ لليرموك فاول إيقاف للوقت خطأ لليرموك 29 وفارق ثلاث أهداف هل يقلص الفارق في آخر ثلاث دقائق و13 ثانية تقريبا مستأنف اللقاء صالح عطوان إيفان الصانع محمد الصانع والدخول وخطأ لمحمد الصانع دفاع صحيح من برا التسعة من برا الستة متر ما فيها شيء سكروا عليك ما كانوا داخل ما فيها بلنتي ما واجهت المرمى الصانع وإيفان ويتصدى نجم اللقاء يتصدى نجم اللقاء مشعل الشطي مشعل الشطي يشعلها ويفرح جماهير القرين ولاعبين القرين ويبعث على قلوبهم الأمن والأمان شوف يعني يتصدى بطريقة رائعة مشعل الشطي لهذه التصويبة ويتألق ويكمل نجم هذا اللقاء ما نفذ ماتش لهذا الجيم مشعل الشطي حارس مرمى نادي القرين هادي أشكناني وخطأ فاول للقرين والفارق ثلاث أهداف وآخر دقيقتين وعشر ثواني نهاية زمن اللقاء واشكناني ويتصدى ابو جره يتصدى عبد الرحمن ابو جره واخر دقيقتين واخر دقيقتين هذا عبد الرحمن ابو جره تعود للقرين رادوفان الى ايفان محاولة الدخول للجناح الازمع ويسجل الازمع ويسجل الازمع ويسجل الازمع تركي الازمع يسجل يعني ثلاث كرات دخلها من الجناح بثلاث اهداف في كره عنده ضايعه من الستة متر من الفاست بريك لكن من الجناح ثلاثه على ثلاثه تركي الازمع ويخلص الفارق الى هدفين واخر دقيقه وعشرين ثانيه تقريبا وهذا اشكناني هذا لازار الى كلاسين عبد الله العنزي القرين اذا سجلها راح يصعبها على اليرموك لازار يا لازار يا لازار لازار يا لازار لازار يا لازار وهدف هدف رقم ثلاثين الهدف رقم ثلاثين لنادي القرين من لازار وتعود لليرموك الآن رادوفان للعطوان ويتصدى مشعل الشطي يتصدى مشعل الشطي نجم اللقاء
نمبر ون يا مشعل الشطي، نمبر ون. شوفها صار طوال، لا 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 لا، سكرها سكرها، لا سكرها، سكر البوابة، قال لهم انتهى الدوام خلاص، أنا موجود أنا موجود. إيه عطنا اللقطة نفسها عزيزي، عزيزي مخرجنا، خلينا نشوف الوقت الصحيح. باقي دقيقتين، باقي دقيقة أتوقع، باقي دقيقة، باقي دقيقة أتوقع، 28 يعني باقي دقيقة وثواني، 28 يعني باقي وقت. مستقطع اطلبه عمرو الجيوشي، عمرو الجيوشي لنادي القرين، لنادي القرين. وهذا عمرو الجيوشي يقول لهم الفارق لنا، ما نبي نضيع المباراة، الفارق 3 أهداف، 30 27، الفارق 3 أهداف. والله يعني لقطات جميلة ورائعة، يجب أن أذكر وأشكر مخرج هذا اللقاء وطاقم العامل في سيارة النقل والجنود المجهولين مصوريننا من خلف الكاميرات لإظهار هذه الصورة الرائعة لكم أعزائي المشاهدين. شكرا لكم جميعا من القلب، أقولها لكم، أنتم منتظرون لي هذه الصورة كي أتيح الفرصة بصوتي ويعني أشرح لمشاهديننا الكرام خلف شاشة تلفزيون دولة الكويت بالقناة الثالثة الرياضية. شكرا من القلب لجميع العاملين لنقل هذه الصورة، شكرا لكم جميعا. نستأنف اللقاء الآن، محمد الجدي لقرين، ودخول الجدي 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 الجدي، يسجل هدف الأمان والاطمئنان. لا لا لا، 31 27، الهدف رقم 31 للقرين، 31 27، فارغ 4 أهداف، تصويب ردوفا. يا الشطي يا الشطي يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا ولد الشطي، انت خلاص يا مشعل الشطي، خلاص خلاص خلاص، كلوز كلوز، حط على اسمه مشعل كلوز الشطي، مشعل سكرها الشطي، مشعل قطع الماء والكهرباء الشطي، خلاص 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 خلاص. القرين، القرين الان ياخذ المباراه واشاره اللعب السلبي. الجدي الى هادي اشكناني، ويتصدى ابو جره، ويتصدى ابو جره، وتعود للقرين، تعود للقرين، عفوا لليرموك، الفارق 4 أهداف، صعبه اخر دقيقه او اخر ثواني هذا اللقاء. نقدر نقول مبروك لنادي القرين، هارد لك نادي يرموك. رادوفان خاطئ، ياخذها عطوان، وخطأ خطأ خطأ للقرين، خطأ للقرين، خطأ لليرموك عفوا. هذا ايفان بالتصويب وخارج المرمى يا ايفان. ومشعل الشطي نجم هذا اللقاء، والله نجم، نجم مشعل الشطي. وانتهى اعزائي المشاهدين هذا اللقاء بيفوز، وهذا نجم اللقاء مشعل الشطي، وقبله من زميله محمد الشمري حارس منتخبنا للشباب، والحارس الاخر العميري فهد العميري. مبروك لقرين، هارد لك نادي اليرموك، انتهى اللقاء بفوز لقرين على اليرموك 31 27، فارق 4 أهداف. شكرا اعزائي المشاهدين، ارجع معاكم الان الى الاستديو التحليلي مع الزميل عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن وليد عايش والكابتن محمد فلاح، وكل امل ان التقي معكم في لقاءات قادمه ان شاء الله. وتقبلوا تحياتي، كان معكم محمد يوسف مدو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل زميلي العزيز عبد الله حسين لك المايك.